نتابع المزيد من التفاصيل مع مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، بعد التحية، آخر التفاصيل حول هذه الأزمة والاجتماع الوزاري اليوم لبحثها. نعم، يعني الأزمة ما زالت موجودة والاجتماعات ما زالت مستمرة. اليوم هناك اجتماع لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياضة، وذلك من أجل بحث كافة السبل التي من شأنها أن تؤدي إلى انفراج في هذه الأزمة التي يعاني منها لبنان في هذه الأثناء. نتحدث عن الإجراءات العديدة التي حاولت الدولة اللبنانية اتخاذها في الفترة الأخيرة، وكانت من ضمنها خطوات سريعة كتزويد بعض المحطات أو محطة الزهراني بالفعل التي عاودت العمل مرة أخرى، عندما تم تزويد هذه المحطة بحوالي 2000 طن من السولار. هذا أيضا بالإضافة إلى تزويد هذه المحطة خلال الأيام القليلة القادمة بكميات أخرى كافية من الوقود لضمان تثبيت تشغيل المنشآت الحيوية والهامة كمطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت والمستشفيات وجميع المنشآت الحيوية. نتحدث عن الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة، من ضمنها يعني مناقشة المديونيات المتأخرة على المصالح الحكومية والمؤسسات الحكومية لدى شركة كهرباء لبنان، وهناك تباحث من أجل تنظيم آلية لدفع هذه المستحقات التي ربما ستؤدي هي الأخرى أيضا إلى دفع مستحقات بالكامل على الدولة اللبنانية إلى الدول التي يتم استيراد المواد البترولية منها، وهو أيضا ما يعطي انفراجة في الآونة القادمة ويؤشر أيضا إلى معطيات من شأنها أن تحل هذه الأزمة بشكل جذري. ووفقا لتصريحات وزير الطاقة والمياه الذي أكد على أن الأسبوع المقبل سيشهد تحسنا كامل بالنسبة للمواطن في الشارع اللبناني، من المعروف أيضا أن الشارع اللبناني والمواطن هنا يعني يعاني من هذه الأزمة منذ سنوات عديدة، ويعتمد في الأصل على المولدات الخاصة وهي صاحبة المقام الأول في الاعتماد الأصلي للشارع اللبناني، ولكن إذا ما طالت هذه الأزمة وهذا هو ما يخشاه الجميع ستؤثر هذه الأزمة أيضا على المولدات الخاصة. لذلك فالاجتماعات الحكومية مستمرة والتدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لمحاولة التغلب على هذه الأزمة معاونة مع الدول الصديقة والشقيقة وأيضا تدبير الاعتمادات المالية اللازمة كلها إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى حل هذه الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة. نعم، مصطفى عبد الفتاح من بيروت، شكرا جزيلا لك.